خلفت الكاميرا نجي حدا الضو هيدا باش يبان لكم. دابا من مور الخريطه شفتوا البيبي هير من مور مع عادل سوبر بلوك ومن مور مع عادل سوبر سيشوار. وغدا غادي نرجع. صباح الخير صباح النور. كيف صباح الخير صباح النور بينكم كنقول صباح الخير كنجاوب راسي. كيف صبحتوا لاباس عليكم مزيانين بخير اش كتعاودوا؟ انا كنفيق بكري هاد الايام مع الي ماشي هاد الايام ديما كنفيق بكري مع الي بحق في رمضان صراحه جاتني شويه قاصحه رمضان مع الصيام وكتفيق لي هي مع 8 وصافي الا رجعت تنعس هي مع ديك 10 ل 11 ما كيرجعش يجيني النعاس يلاه كندرك نبدا نوجد فمن ديك الساعه وانا فايقه الى حتى الليل وليت كنعس والله العلي العظيم الى 9 د الليل كنكون كنموت بالنعس ما عرفتش واش كلشي اولا غير انا ما بقيتش قادره نقصر حتى السحور شحال هذيك كنت نتسحر ويأذن ونصلي ونفوت زعما 6 عاد ننعس يعني كنطول في الفيق دابا 8 9 كتجبرني سكرانه بالنعس فهمتي انا اللي كيغلبني هو ديك الفيق بكري صراحه الله فيق بكري اللي ما كنقدرش عليه يعني هو اللي انا هو اللي غلبني في كل شيء فاني في الترابي كامل فيق بكري وخصوصا دابا في رمضان بزاف مع ما كيجينيش الجوع كيجيني العطش 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 هو اللي كيغلبني حيت النهار كامل كنكون كنجهد كما كنقول تبارك الله وصافي نتوما عاودوا لي على التجارب ديالكم مع لي بيبي وكيفاش كتعاملوا مع لي بيبي ديالكم في رمضان يعني كيفاش اقلمتوهم على الوضع انا بعض المرات كاين اللي غيقولوا لي حاول تخليها فايقه حتى تنسى هاد السحور اولا ما غتبغيش اول حاجه تبقى فايقه كتدق ديك 10 11 كتبدا تغوت خاصها تنعس وزيد عليها ديك الاول في رمضان كنا كنفيقوها معنا نص السحور على اساس واش في الصباح تشبع نعس 8 الصباح فايقه توقيت المدرسي انا الين تعلمت لي 10 د الليل 9 الى طولت بعض المرات بعد المرات 11 خصها تنعس كتبقى تغوت خصها تنعس الا ما نعستش كتبقى ما كتبقى تخسر لا الكانه كتبقى ماشي تنتمك واخا نخليها واخا كنحاول نخليها حتى 2 د الليل وها انا واحد النوبه خليتها حتى 2 د الليل غير نهار كنت مع بوتينا وسفيان خليتها بقات قصاره معنا حتى 2 د الليل ما دخلنا للدار عندي حتى شي 3 8 فقط 8 فقط فيقنا هذيك المره في السحور يعني باش نعاود صافي هي تريقلت في الدماغ ديالها 8 وانا كانت فيا هاد القاعده شحال هادي يعني ملي كيكون شحال هادي صراحه دابا بهاد النعاس اللي فيا وخاص فيقني بالطبل ما نفيقلكش غير خليني النعاس قلت لكم شحال هادي انا كانت في وقف قلت لكم انا فيا ديك القاعده الا كانت مثلا غدا عندي شي حاجه وقبل ما نعس كانت في بالي كتلقاني قبل ديك الساعه اللي خصني نخرج فيها فايقه بساعه بساعتين يعني العقل ديالي صافي كيفيق لي في ديك الساعه بعد المرات ولا قبل منها اولا الا بقيت شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا كان غير ملي كنا كنسافروا في الصيف ملي كنمشيو نخيموا كيبقاو صافي كنفيق 3 ايام 4 ايام في واحد الساعه يوميا صافي تلقائيا نجي من التخييم وانا باقي النعاس ديالي مخسر باقي تلقائيا كنفيق ديك الساعه كنستغرق وقت حتى كنرجع للساعه ديالي ديال الفيق غير دابا حاليا الساعه ديالي ديال الفيق هي 8 الحمد لله وديك الشيء اللي قلت لكم قولوا لي التجارب ديالكم مع لي بيبي الفلتر مشى او ماي جاد ما تخدوش البال هذاك الوجه الرمضاني بان والله تخلي سطوري والله ما مزعو قلت لكم قولوا لي التجارب ديالكم مع لي بيبي ديالكم خصوصا الاول د رمضان كيفاش دوزتو البارح شنو قلت لكم عليكم السلام عليكم ماشي قلت لكم كنخمل بديت باش نخبع كباب وكنخبع ديك شي اسم دبر دلي صباح اليوم ادخل لك شهر واحد دبر لدرجة انا خارجة دابا عندي شي شغل هذا طوكا ماما طوكا ماما اللي كان عيطنا سوبرمان باتمان لابساها مقوي تبر شوف الاخر كيفاش حوار ويلي نوريكم الجو شوفوا الجو كيفاش عامل بلاتي قبلتي قلت لكم عندي شي شغل دابا عاد كملته جبرتوني جيت عملت السوان في ماركت بارا عملت السوان شعري هذا هو السوان اللي عملت ما بغيتش نصور لكم قبلتي ملي جيت وقبل قلت حسن سالي السوان حتى نشوف الريزولطا حتى نشوف شعري كيفاش غادي يولي وصراحه الله عجبتني بزاف النتيجه بصح المهم انا نتوما معايا عم كنبارطاجي معكم نتيجه النهار بعد نهار نهار بعد نهار انا علاش عملت الصباح حتى شعري اول حاجه دقدق من ناحيه الصباغه والهمش وزيد عليها بغيت اني انا ما نبقاش دابا ساعه كالعاده نغسلو ونعاود نعدلو نغسلو ونعاود نعدلو فعملت هذا الصوان هذا
انا نقول لكم اسمو نعطيكم جميع لي زانفورماسيون عليه وغنعمل لكم دوره حتى في بارا. نقلب الكاميرا نجي حدا التوعيده باش يبان لكم دابا من مور الخريطه. شفتوا البيبي هير؟ من مور مع عاد يوتيوبر بلوك ومن مور مع عاد يوتيوب سوشوار وغدا غادي نرجع باش تعمل لي ديرو ماسك. المهم انتم معايا غنوريكم النتيجه كامله نهار بعد نهار. جبرتوني عاد دخلت للدار دابا عارفه راسي دخلت مع 3 تاع الروب يلا نوض ندرك نوجد شي حاجه دغيا حاجه اساسا نفطر اليوم عند ماما. هذه شيء عندي الحريه النقيه لا سارحه تنستنى ربع دخلت للدار حاجه نفطر عند ماما نوجد غير شي حاجه خفيفه ايضا مع الفطور وصافي. معنا اما صوتي هذه حاجه غنحتاجكم غناخذ من عند قفطان شامه واحد جليل بليلي من الين وحيرانه بين جوج الوان حيرانه بيناتهم نخليهم لكم في ستوري اللي ما جاو انا لكم السونداج ونخلي لكم حتى الطاق ديال قفطان شامه. اختاروا بين هاد جوج جليبات اللي غنخلي لكم عاونوني حيت بصح انا حرت وفي نفس الوقت دخلوا للكونط ديالو اللي غنخلي لكم هنايا ولا كانت بان لكم شي جليبه اخرى ولا شي شكل اخر عندكم الا بان لكم شي حاجه اخرى في الكونط ديالها شي حاجه مزيونه سواليدي سوان الين طاقبني فيها اولا سردوها لي باش نوجد ان شاء الله وغيتوجد وتوصلني غادي نصورها لكم ونتصور ان شاء الله بها بوست حيت باغا الجليبه ديالها عجبوني بزاف وخفيفين ومزيونين فهذاك الشيء حيرت بيناتهم. المهم ستوري اللي ماشي غنخلي لكم السونداج.